مرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفات لي ديليس دامل. نروحوا مع اون سوب خفيفه، اون سوب بواغو افيك دي بوم دو تير. اذا المكونات اللي نحتاج لهاد الوصفه، نحتاج الى هكذا، انا كانوا عندي دو بواغو قطعتهم هكذايا، نحيت لهم الاوراق تاع الطرف، 3 بوم دو تير كبار قطعتهم على هاد الشكل. نحتاج الى شويه زبده باش نقلي لي بواغو تاعي، الا ما كاش زبده تقدروا تعوضوها بزيت العود، زيت الزيتون ولا زيت المائده. اون كورجيت لا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها، 3 غوز داي التوم، ملح وفلفل اسود، سالي بواف، لي زيبيس توابل. واش نحتاج؟ نحتاج فقط شويه كمون، زنجبيل، لو جينجومبر، لو كومان، كذلك انا نحب لا بودغ دو كاري في لا سوب تاعي، دونك الكاري، وكذلك نحتاج الى لوريغان، دونك لوريغان تقدروا تعوضوه بلو تام. هادو هما المكونات اللي نحتاجهم لا سوب تاعي. دوك تشوفوا سهله للتحضير وتوجد بالخف وتجي بنينه. بدايه نحط الزبده تاعي ونحط شويه فقط زيت الزيتون، تقدروا تستغناو على الزبده تحطوا بر زيت الزيتون. هنا نجي نقلي لي بواغو تاعي، نحط الثوم تاعي هكذا اونونتي، نحط الفلفل الاسود والملح، الملح والفلفل الاسود على حسب الذوق. بعد ما قلاولنا لي بواغو نديرو الزوكيني تاعنا، لا كورجيت، لا بوم دو تير، بطاطا، مباشرة التوابل لي زيبيس. قبل ما نضيف الماء نخليها حوالي 5 دقائق هكذا تتشحر، ينتلق هذوك لي بواغو، من بعد نضيف الماء. نجي نضيف الماء كنت غليته ساخن، ما فيها لا لحم ولا دجاج، وتجي بنينه. الان جو نرحو لاسوب تاعنا. هذا هو الشكل النهائي تاع لا سوب بواغو تاعنا. انا درت لها لوريغون، تقدروا تعوضوه بلو تان. رافقت لا سوب مع صلصه الطون، حضرتها بالطون والزيتون والليمون، وبعد ان شاء الله نعطيكم الوصفه. ما بقى لي غير نقول لكم ما تساونيش في اللايك والاشتراك، والى الملتقى.